بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن. ولدت منة محمد هشام الدين شلبي الشهيرة بمنة شلبي في الجيزة في 22 يوليو عام 1982. والدتها هي الراقصة الشهيرة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي. ترك والدها والدتها والتي كانت زوجته الثانية وسافر إلى خارج البلاد. والتحقت منا بالمدرسة وكانت تعاني من اكتئاب لفترة طويلة كانت قد تموت بسببه، وهذا لأن زملائها بالمدرسة كانوا دائما يتنمرون عليها بكلمة بنت الرقاصة. ولهذا السبب تركت والدتها الرقص لتنقذ حياة ابنتها. وعن هذه المرحلة تحدثت والدتها زيزي مصطفى في لقاء سابق قائلة: دموع منا أجبرتني على الاعتزال. ففي أحد الأيام عادت منا من المدرسة باكية، وعندما سألتها عن السبب قالت لي إن زملتها بيقولولها يا بنت الرقاصة. وقالت والدتها: أخدتها في حضني وسألتها هل لو اعتزلت الرقص هتكوني سعيدة؟ فأجابت طبعا. فقالت زيزي مصطفى: بعد هذا الحديث قررت الاعتزال لأن بنتي أغلى شيء في حياتي. وبعد الثانوية العامة رغبت منا في الالتحاق بمعهد السينما، ولكن الاختبارات كانت تخفها، لذلك طلبت والدتها من الفنان أشرف زكي أن يساعدها، فدربها على مشهد من فيلم شفيقة ومتولي، وتم قبولها بعد ذلك. فتحت الباب للفنانة يسرى وسلمتها جواب. هذا أول دور في السينما قامت به منة شلبي، وأخذت أجر 1000 جنيه. وقدمتها الفنانة سميحة أيوب في مسلسل سلمى يا سلامة عام 2000، قبل أن يقدمها الفنان محمود عبد العزيز في دورها الأشهر والأكبر بفيلم الساحر، والذي حاز على انتقادات كثيرة بسبب جرأته. وقالت منة إنها تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، وتعرض نفسها على طبيب نفسي وهي تزوره باستمرار، مؤكدة إنها لا تخجل من الموضوع إطلاقا. قدمت منة شلبي العديد من الأعمال المختلفة سواء في السينما أو التلفزيون، حيث لم تركز على نوع واحد من الأفلام، بل تنوعت في اختياراتها من الدراما إلى الكوميديا والأكشن والرومانسية. لعبت منة شلبي العديد من أدوار الإغراء في أعمالها، مما جعل البعض يصنفها في قائمة بطلة إغراء، لكنها ترى إن تلك الأدوار فن وأداء، وإنه من السهل أن تظهر دون ملابس، ولكن الصعب أن تقدمه وهي تحافظ على احترامها أمام الجمهور. فضلت منا العنوسة عن الزواج، معربة في تصريحات متعددة إنها لا تقلق، مؤكدة إنها تؤجل هذه الخطوة للوقت المناسب خوفا من اختيار الزوج الخاطئ. وبعد الكثير من الشائعات حول الزواج والارتباط برجال من الوسط الفني وخارجه وبعد نفيها كلها، لكن واحد فقط من ضمنهم لم تنفيه، وهو خبر خطبتها من المخرج خالد يوسف الذي لم يستمر كثيرا. وصرحت والدتها في أحد البرامج إنها كانت ترفض هذه الخطبة بسبب فرق السن بينهم، لأن خالد يوسف متزوج ولديه بنت فلن تستمر علاقتهم كثيرا. حصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما دورها في فيلم بنات وسط البلد، كما حصلت على جائزة أفضل دور نسائي ثاني عن دورها في فيلم عن العشق والهوى، وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2019. وبعد إعلان فسخ خطبتها من المخرج خالد يوسف، انسحبت منة شلبي من فيلم حين ميسرة، وتم استبدالها بسمية الخشاب. طلب المخرج الكبير يوسف شاهين العمل معها، فقالت له منة: أنا شاهدت كل أفلامك لكن لم أفهمها. فرد عليها يوسف شاهين قائلا: تبقى حمارة. لكنها عادت وقدمت معه فيلم هي فوضى، وظهرت منا مؤخرا بنحافة شديدة حيث خسرت الكثير من وزنها بقرار منها، حيث اتبعت حمية غذائية قاسية وامتنعت عن تناول الطعام واكتفت بالمأكولات الخفيفة، وقالت انها تعتمد على شرب كوب واحد من الليمون الساخن يوميا على معدة فارغة، وقالت ان فوائدها إنها تنقي الجسم من السموم وتساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى قطع الزنجبيل الطازج لهذا المشروب للحصول على نتيجة فعالة.